اخد حضراتكم لبطولة السوبر، لكن من جزئية بقى تانية، وهقول لكم شوية معلومات مهمة عن البطولة قبل ما تبدأ. اولا افتتاح البطولة النهاردة ان شاء الله بماتش الزمالك وبيراميدز الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد آل نهيان بمدينة الوحدة، وبعدها هتكون المباراة التانية بين الاهلي وسيراميكا الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. عايز اقول لحضراتكم ماتش النهاردة تحديد المركزين الثالث والرابع هيكون يوم الخميس الجاي، النهاية ايضا هيكون يوم الخميس اللي جاي. مباراة الثالث والرابع هتتلعب الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة، والمباراة النهائية هتتلعب في نفس اليوم الساعة 8 مساء على استاد محمد بن زايد. عايز اقول لحضراتكم كمان في حالة نهاية اي ماتش بالتعادل في الوقت الاصلي في مباراتي الدور قبل النهاية هيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة من غير ما نلعب وقت اضافي، باستثناء طبعا المباراة النهائية هيكون في وقت اضافي نص ساعة لو خلص الوقت الاصلي بالتعادل. عايز اقول لحضراتكم كمان الزمالك حقق لقب السوبر المصري 4 مرات قبل كده. اللقب الاول 2001، وساعتها الزمالك توج باول نسخة من السوبر المصري على حساب غزل المحلة بنتيجة 2-1، احرز للزمالك حازم امام وحسام حسن، واحرز للمحلة محمد العتراوي. اللقب الثاني كان في 2002، وساعتها توج الزمالك على حساب المقاولين العرب بهدف اسامه نبيه. اما اللقب الثالث كان في بطوله 2017، وساعتها الزمالك توج وقتها بالبطوله على حساب الاهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي. اللقب الرابع كان في 2020، وساعتها الزمالك توج ايضا باللقب على حساب النادي الاهلي برضه بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي. ايضا دي مش هتكون المره الاولى للزمالك اللي هيلعب فيها السوبر المصري في الامارات، المواجهه الاولى كانت يوم 15 اكتوبر 2015 كانت امام النادي الاهلي، وقدم الزمالك مباراه كبيره جدا لكن التوفيق كان غايب عننا وللاسف خسرنا المباراه دي 3-2 على ملعب هزاع بن زايد بمدينه العين الاماراتي وتحت قياده الحكم الاسباني كارلوس فيلاسكو. أما تاني مباراة كانت يوم 10 فبراير 2017، وقدر الزمالك يحقق اللقب على حساب النادي الأهلي على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي بعد ما انتهت المباراة بالتعادل السلبي ويفوز الزمالك 3-1 بركلات الترجيح. 20 فبراير 2020 رجع الزمالك يحقق اللقب مرة تانية على حساب أيضا النادي الأهلي بركلات الترجيح نتيجة 4-3 على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي علشان نحقق اخر القابنا في السوبر المصري في 2020. خلوني دلوقتي استعرض مع حضراتكم ارقام المدرب والمدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز مع الزمالك قبل انطلاق السوبر المصري. جوزيه جوميز قاد الزمالك في 39 مباراه حتى الان، حقق 23 فوز و8 تعادلات و8 خسائر. سجل الزمالك 63 هدف واستقبلت شباكه 35 هدف وحقق بطولتين مع جوزيه جوميز هما الكونفدراليه والسوبر الافريقي. دلوقتي نروح نستعرض مع حضراتكم بعض الارقام المهمه قبل ماتش النهارده الزمالك وبيراميدز. المواجهات المباشره بين الزمالك وبيراميدز في كل البطولات، الزمالك لعب مع بيراميدز 19 مباراه، فاز الزمالك في 10 مباريات وتعادل في 8 وانهزم في مباراة وحيدة. سجل الزمالك 34 هدف واستقبلت شباكه 17 هدف. أكبر فوز كان 3-0 في نهائي كأس مصر 2018-2019، وكان أحرز للزمالك يوسف أوباما وأشرف بن شرقي هدفين. 3-0 أيضا في الدور الثاني للدوري موسم 2021-2022، وكان أحرز للزمالك زيزو وسيف الدين الجزيري وشيكابالا. أكبر هزيمة كانت 0-1 في الدوري موسم 2018-2019، وكانت الهزيمة الوحيدة لنادي الزمالك، وكان أحرز للبيراميدز علي جبر. هداف الزمالك في المواجهات المباشرة بين الزمالك وبيراميدز هو أشرف بن شرقي برصيد 4 أهداف. أما هداف بيراميدز في المواجهات المباشرة بين الزمالك وبيراميدز
هو علي جبر برصيد هدفي. فريقين اتعادلوا في آخر 5 مباريات، منها 3 في الدوري ومباراتين في نصف نهائي كاس مصر، وتفوق كل منهما بضربات الترجيح مرة واحدة. أما عن مواجهات المدربين جوزيه جوميز ويوريتسيتش، جوزيه جوميز مدرب الزمالك واجه بيراميدز مرة واحدة في الدوري الموسم الماضي، وكان الفريقين اتعادلوا 1-1 في المباراة دي. أما عن يوريتسيتش مدرب بيراميدز واجه أيضا الزمالك مرة واحدة، كانت في نفس المباراة وانتهت بالتعادل زي ما قلت لحضرتك. خلينا نروح استعرض مع حضراتكم حكام مباراة اليوم. كابتن محمد معروف حكم الساحة، مساعد أول كابتن محمود أبو الرجال، مساعد تاني كابتن هاني خيري، أما الحكم الرابع فهو كابتن محمود ناجي. حكم الفيديو النهاردة كابتن محمود عاشور، ومساعده الكابتن عمر فتحي.